اللسان عضلة عزيزة غالية جدا على كل منا، فهو أو فهي بالإضافة إلى منافعها في النطق والكلام والمضغ تكون أحيانا مرآة لحالتنا الصحية. ولولا اللسان ما كان في عنا براعم للتذوق، وفقدنا الكثير من مباهج الحياة. في اللسان حوالي 3000 برعم تذوق. بالمناسبة براعم التذوق عند البقرة أكثر من براعم التذوق عند الإنسان، وكذلك براعم التذوق عند الخنزير لعنه الله أكثر من براعم التذوق في فم الإنسان. أها. يا ستي لسانك خالي من النطقات. وجيد جدا جدا. وما فيش عليه أي طبقة. لسانك أحمر لكن شديد الإحمرار. متشكرة يا دكتور، يعني ما فيش حاجة. إن شاء الله إن شاء الله. لكن 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 إيه يا دكتور؟ لا لا، لكن عاوزين نعمل شوية فحوصات علشان الحقيقة. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يعني فيا المرض اللي ما يتسماش يا دكتور؟ ما فيش حاجة، ما تخافيش. يا لهوي ما خافش، بس يفهمني ركبي ثابت يا دكتور. طيب طيب اهدي اهدي، إذا كنت عايزة تفهمي اسمعي. يا ستي انت يمكن عندك نقص في الفيتامينات او فقر الدم او شوية التهاب بسيط. وده كله بسيط يا دكتور؟ طبعا بسيط. طب انا بقى قالوا لي لساني ما كانش احمر. انت يا ستي عاوزة تتعلمي طب ولا عاوزة تتعالجي؟ يعني من ده على ده، عايزه اتعالج وعايزه افهم يعني ازاي بتعرفوا حاله المريض من لون لسانه. يا ستي انا عندي شغل وفي مرضى بينتظروا، ما اقدرش اخليهم يستنوا اكتر من كده، وانا بديلك محاضره في الطب. مستاسفه يا دكتور. طيب علاجي هو ايه؟ طيب يا ستي، طيب هكتب لك على وصفه وتقرير للمختبر علشان يعملوا لك الفحوصات. شكرا يا دكتور، بس انا عاوزه خدمه، يعني ممكن؟ اتفضلي. ممكن اسال البنت اللي اسمها السكرتيره دي اذا كان حد بيستنى بره ولا لا. ليه؟ بس انت اسال يا دكتور. حاضر يا ستي حاضر. الو الو سهير، في حد بيستنى؟ ايوه. طيب اوكي، وقت اللي بيوصل ابقي دخليه. ايه يا ستي؟ المريض اتاخر شويه، حيوصل بعد 5 دقايق. 5 دقايق يا دكتور؟ يعني اقدر اسالك؟ اسمعي اقول لك. اتفضل يا دكتور. هقول لك باختصار. ايه؟ حالات تشخيص الامراض بواسطه اللسان. اولا اذا كان اللسان مغطى بطبقه بيضاء رقيقه يدل على ان هناك ليس مرض، وإذا كان مغطى بطبقة صفراء قد يكون هذا من التدخين. وإذا كان اللسان جافا فقد يكون السبب هو التنفس من الفم أكثر من الأنف. طيب يا دكتور، وإذا كان يعني في طبقة سميكة قد كده على لسان المريض زي ابن حنفي؟ ممكن يكون السبب من الفطريات، وإذا كان هناك بعض التقرحات قد يكون السبب من سن مخدوش أو بسبب آخر. وإذا كان طيب يا دكتور، وإذا كان يعني في حبوب على جوانب اللسان كده حمرة قد كده زي جوزي عتريس؟ يا مدام أنت لسه صغيرة وإمكانك تروحي كلية الطب وتعرفي كل حاجة عن اللسان والفم والأسنان. طيب يا دكتور، إذا كان بزعجك يعني خلاص بلاش، بس أنا عاوز أفهم يعني. أنت عايزة تفتحي عيادة يا ستي؟ لا يا دكتور، أنا عايزة أعالج جوزي وعيالي من غير ما نزعجك خالص. يا ستي يا مدام، أنا مستعد لأي إزعاج بأي وقت ومجان. أيوة يا سهير. أيوة 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 أيوة، خليه يتفضل. ربنا يخليك يا دكتور، بس سؤال واحد بس. طيب يا سهير دخليه بعد دقيقة. بس دقيقة يا دكتور. الله، وبزيادة يا ستي.
طيب بقى ما دام ما فيش وقت، يعني عايز افهم ازاي لساني يقدر يميز المذاق الحلو من المر، من الملح، من الحامض. يا ستي سؤالك بحاجه لساعه مش لدقيقه. معلش بقى باختصار. طيب اسمعي، في لسان الانسان في 3000 برعم تذوق موزع على سطح اللسان، والبراعم دي متخصصة في التذوق. فطرف اللسان مثلا يميز المذاق الحلو، ومؤخرة اللسان تميز مذاق المر، وأطراف اللسان تميز المذاق الحامض والمالح. كويس كده؟ متشكرة يا دكتور، متشكرة جدا. طيب يا دكتور، الإنسان عنده حاسة ذوق قوية جدا وأقوى من الجاموسة ومن البقر بقى؟ لا 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 أبدا، بالعكس الجواميس والبقر عندهم تذوق أكتر منك. هي حصلت تشتمني يا دكتور؟ لا يا ستي لا، الجواميس والبقر عندهم حاسة التذوق أكتر مني ومنك ومن كل الناس. يا خرابي، يعني الجاموسة عندها تذوق أكتر منني؟ أيوة يا ستي، الإنسان في لسانه زي ما قلنا 3000 برعم تذوق، والجواميس والبقر عندهم 3500 برعم تذوق، فهمتي؟ والوعل عنده 50000 برعم تذوق. يا لهوي، يعني الوعل دي والبقرة بتتذوق أكتر منني. أيوة يا ستي. يعني يا دكتور كل الحيوانات دي بتدوق من لسانها؟ لا 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 أبدا يا ستي أبدا لا، بعض الأسماك حاسة التذوق موجودة في جلدها، والذباب والفراش يتذوق من رجليه. يا سهير خليه يتفضل بسرعة. على كل حال شكرا يا دكتور، عاوز كام؟ ادفعي للسكرتيرة أجرة 3 زيارات. 3؟ طبعا المعلومات اللي قلتها ده انا بقولها بثلاث محاضرات لطلاب كليات الطب. تبين انزعل.